المرسلة واو سين من ساجر تقول: أنا امرأة بلغت قبل شهر رمضان، ولكني لم أصم رمضان ذلك جهلا مني، ولم أعلم بالحكم إلا عندما كبرت، فماذا أفعل الآن؟ أفتوني مأجورين، وأرجو تفصيل الإجابة، أحسن الله إليكم. نعم، الواجب عليك صيام رمضان الذي تركت صيامه بعد البلوغ، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن تأخير القضاء. نعم.